معي قادة اليوم دراسي اللي كتنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع صندوق الضمان الاجتماعي، يأتي في سياق تفعيل مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لهذه الفئة من المواطنين اللي هي تتهم فئة الأجراء. واعتقد بان هذا اليوم كذلك سيكون مناسبه اللي كتجمع ما بين قضاه النيابه العامه من مختلف محاكم المملكه واطر من صندوق الضمان الاجتماعي للوقوف على اهم المكتسبات التي تتم تحقيقها في اطار تفعيل هذا القانون، وكذلك النواقص والاخلالات التي يتعين الشغل عليها جميعا من اجل تحقيق الامن الاجتماعي وكذلك الامن الاقتصادي لهذه الفئه من المواطنين اللي في نهايه المطاف يمكن انها تكون عامل اساسي تنمية المجتمعية لبلادنا. أكيد بأنه دور النيابة العامة هو يأتي في سياق تفعيل مجموعة من المقتضيات الزجرية اللي كتهم سواء القانون المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي أو غيرها من المقتضيات الزجرية اللي كاينة في إطار القانون الجنائي، وهذا كله يأتي في سياق تفعيل هذه النصوص اللي يمكن أن تحد من بعض الممارسات اللي هي مخالفة للقانون واللي كيمكن أنها تضر بهذه الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.